شنو صاير بالديرة بالإعلام التلفزيونات. اتقوا الله في أجيالنا وفي بناتنا وفي عيالنا. تمثيليات خزرة لعنة الله عليهم، صب خمر وخيانات زوجية ومخدرات، واحد يغش. يا جماعة هذا المجتمع الطيب، مجتمع الأجداد والآباء، مجتمع المساجد والمنارات، اقضوا ديروا بالكم. وين رجال الدين؟ وين الحكومة؟ يا رئيس الوزراء ألومك ويا وزير الإعلام، اتقوا الله. خراب بخراب التمثيليات في رمضان. وين عايشين حنا؟ واحد ثاني، واحدة ثانية تمثل باليهود وكأن اليهود شعب الله الذين لعنهم الله في الآيات، يصبون لهم ويلمحون لهم انهم طيبة وتولد. يا جماعة اتقوا الله. اخواننا في فلسطين محاصرين، في غزة ميتين، وانتم تمثلون ان اليهود طيبين، وفي بورما وفي كل في كل مكان يهود ابناء الغردة والخنازير تلمعونهم عشان التطبيع. شنو هاللعب؟ شنو هالاخلاق الزفت اللي بالتمثيليات؟ انا كويتي من القضية صامتة، شلون احفادي وعيالي يشوفون؟ يا وزير الإعلام اتق الله، يا رجال الدين صارخوا.